أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. سعيدين نكون معاكم أنا ودكتور خالد، وحنكون سعيدين أكثر لو استقبلنا أي سؤال أو استفسار على بريد البرنامج أو عن طريق صفحتنا في الفيسبوك. وقبل ما نبتدي فقرة سؤال الأسبوع، خلوني أرحب بدكتور خالد وأقول له يا أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا وغلا فيك، كيف حالك؟ كيفك يا عماد؟ الحمد لله نشكر الله. كيف أمور؟ كيف مضى؟ كيف قضيت الأسبوع؟ هذا الأسبوع كان جدا مثمر، نشكر الرب والحمد لله. في شفنا نفوس تخلص، آمين. هذا الأسبوع اللي فات حضرنا 11 معمودية، آمين. نشكر الرب، آمين. عليهم، آمين. دكتور، أنا اليوم حسألك سؤال ذو شقين، نعم، فحنحاول قد ما نقدر نجاوب على الشق الأول في فقرة اليوم، والسؤال وأرحل الشق الثاني إلى حلقة الأسبوع القادم. أمين. إحنا في، يعني أنا أقدر أحسب شيء ضدنا من إخوتنا وأهلنا المسلمين، هم يقولون إن إحنا أحسن منكم. طب أنتوا ليه أحسن منا؟ لأن إحنا على الأقل نقبل ونؤمن بالسيد المسيح، بس أنتوا ما تؤمنون بنبينا، فإذا إحنا أفضل منكم، وهذا يعني نعمة إحنا تفوقنا عليكم فيها. فكيف، إيش رأيك؟ وهل هذا كلام منطقي ولا كيف تجاوب عليه؟ أنا مبسوط منك يا عماد عشان سألت هذا السؤال، لأنه جدا مهم، وفعلا زي ما قلت أنت محتاج حلقتين، لأنه يبغى يتكلم من شقين. السيد المسيح، هم كمان برضو يقول لك إحنا نؤمن بالمسيح ونؤمن بموسى، نعم، شايف، وبس أنتوا ما تؤمنون بمحمد وماسكينها علينا، فإذا هم أحسن منا، هم يقول كده يقولوا. خلينا إحنا نتكلم هذه الحلقة عن العهد القديم، نعم، بالتوراة. في التثنية هم دائما يمسكوا الآية دي، التثنية 18 تقول وأرسل لكم من وسطكم نبي من أخوتكم تسمعون له، نعم، أوكي. فهم يقولوا المقصود فيها محمد، طيب، لكن لازم نفهم حنا أن التوراة مكتوب لليهود مش للمسلمين. طيب بس دكتور، محمد ولد عم العرب يا عم اليهود. أيوه، حجي على هذه النقطة، بس أبغى أكمل هذه النقطة. تفضل. اللي هي الحين الكتاب التوراة مكتوب لليهود، مكتوب بطريقة عشان اليهود يفهمونها، لأن هم المطالبين بتنفيذ التعليمات مش المسلم، صح؟ نعم. فلما ربنا لما قال لهم أنه حيغيم من وسطكم من إخوتكم، معناته لازم يكون النبي هذا يهودي، وحنا نعرف أنه محمد مش يهودي، عربي قرشي. طيب بس هذا أنا قلت لك هم، ايه؟ هو ولد عمهم. ولد عمهم، أنت كعربي بتشوفها، هم اليهود ما يشوفوها كده. اليهود يشوفون نفسهم هم مش عيال إبراهيم. ليش نقول عيال عم؟ لأنه إبراهيم خلف إسحاق وإسماعيل، وهذول أخوة، وإسحاق، نعم، تبع اليهود وإسماعيل. اليهود لا، يعتبروا نفسهم لعيال يعقوب. يعقوب، نعم، ما هو اللي تغير اسمه صار إسرائيل، نعم، فهم يعتبرون نفسهم لإسرائيل، فما ينظرون لأنه يعني عيال عم. يعني إذن من إخوتك المقصود من أبناء يعقوب وليس من إخوتك أبناء إبراهيم بشكل، أيوه، عام. طبعا هذول، آه، بني إسرائيل. نعم، هذا فرق جميل، شكرا، أيوه، دكتور، نعم، شايف، حتى هم أصلا بني إسرائيل نسبة إلى يعقوب، نعم، يعقوب اللي تغير اسمه صار إسرائيل، نعم، شايف. هذه من جهة. من جهة تانية، حنا بالسعودية نقول لك إيش، أنا وأخويا على ولد عمي، وأنا ولد عمي على الغريب، شايف. فقرابة الأخ دائما أقرب من قرابة ولد العم. طيب بس في آيات، إحنا متفقين أنا وأنت إنه في آيات موجودة ويستخدمون المسلمين إن يقولوا هذا النبي محمد، صح؟ فإذا كانت أنت، إذا كنت عفوا دكتور، تقول إنه لا، هذا مش النبي محمد لأنه هو من إبراهيم، وهو في، لا، هذا كان الوعد لأبناء يعقوب. طيب مين المقصود إذن؟ من الشخص، من هذا الشخص؟ المقصود هو المسيح. بس الحين أبغى أقول لك نقطة تانية كمان مهمة، اللي هي بالتثنية برضو تلاقيه قال لهم ربنا إنه أقيموا لبني إسرائيل على نفسكم ملك من إخوتكم. فعلى مر تاريخ إسرائيل، هل شفنا ملك عربي صار على إسرائيل؟ لا، ما في، مستحيل، كلهم يهود، صحيح، فهمت؟ نقطة جيدة. فمعناته، نعم، الأخ معناته لازم يكون يهودي، نعم،
لما تربط هذه بهذه. المقصود بهذه الآية والمسيح يهودي. أيوة صرت يهودا. نعم. يعني الآية تركب على المسيح مظبوط. نعم. واستشهد فيه على فكرة بطرس بأعمال في سفر أعمال الرسل. نعم. يقول لك إنه المبشر به. نعم. هو يقصد على مين؟ على المسيح. المسيح. يعني يعني هل البشارات يعني البشارات العهد القديم لا تنطبق على رسول الإسلام في أي حال من الأحوال؟ إذن أولا لأنه ما كان من أبناء يعقوب. طبعاً. وثانيا لأنه ما في أي شخص عربي كان له يعني مشاركة في 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 الحكم في 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 في, في دولة بني إسرائيل. نعم. وإنه المقصود أو كل هذه الشروط أو كل هذه المعايير تنطبق على شخص واحد هو الرب يسوع المسيح. أكيد. طيب هل في شيء تحب تختم في سؤالك أو جوابك يا دكتور؟ صحيح، لأنه زي ما قلت لك السؤال هذا مهم، فأنا أبغى أوجه نصيحة لأخوتنا المشاهدين إنه لما تيجي تقرأ العهد القديم تقرأ بعيون اليهودي، لأنه هو المطالب بتنفيذه، تفهم الرسالة كيف هو فهمها مش كيف أنت تفهمها. نعم. شايف؟ صحيح. فهذا لما تقرأ بهذا العين توصل للرسالة الصح، والرب يبارك الجميع ويفتح عيون الجميع لمعرفة الحق، والحق يحرر، والحق في المسيح يسوع. آمين. له آمين. كل المجد. آمين. آمين. شكرا لك دكتور على توضيحك المهم، وفعلا يعني أتمنى أن المشاهدين، إحنا اليوم تكلمنا عن العهد القديم التوراة. نعم. والأسبوع القادم إن شاء الله حنتكلم عن العهد الجديد الإنجيل، ونشوف رد الدكتور على هل ذكر رسول الإسلام في الإنجيل أو لا. اليوم هو جاوب وجاوب جواب كامل وكافي وشافي، حنشوف هل هو يقدر يجاوب بنفس القدرة ونفس الإقناع الأسبوع الجاي ولا لا، حنشوف. وشكرا لكم ونلتقي بعد الفاصل.